أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ثقافة موت. زي ما عودناكم النهاردة مع وزارة الشباب والرياضة عن البطولة العربية للدرجات النارية، وكان لنا شرف اللقاء مع كابتن مارسيلينو، مدير وشريك متضامن شركة ريسبكت تورز. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا، منورنا ومنور مصر كلها. ميرسي يا فندم، أنتم منورين الدنيا كلها. إحنا برنامج ثقافة مواطن يا فندم بنتتبع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من دورها في تدعيم ثقافة الرياضة، فعايزين نعرف من حضرتك الفعاليات بتاع النهاردة دورها إيه في ذلك؟ هي طبعا فعاليات النهارده طبعا دي ليها دور عامل مهم جدا، خاصه مع الشباب، والشباب اللي هو بيبقى من السن الصغير للسن الوسط، ده بيبقى محتاج، لان الرياضه دي اولا بتهذب، بتنمي الفكر، بتوسع الافق في حاجات كتيره جدا، بتخلي الشباب ده يعني ايه ما يبصش لاي حاجه مضره ليه او مضره لنفسه لبلده لاهله للحاجات دي كلها. موضوع الرياضه فهي تهذب العقل والجسم وكل حاجه، فدي مهم، ده عامل مهم جدا، الرياضه عامل مهم جدا، والثقافه يعني بتاعتها ثقافه يعني غير محدوده، فكل ما الانسان بيبقى مستمر كل ما بيتطور من كل شيء. تمام. وبالنسبه يعني البطوله بتاع النهارده لو في معلومه عنها يعني والله البطوله بتاعت النهارده يعني انا لسه ما عنديش برضه المعلومات، بس هو كل اللي انا مختص بيه ان انا مسؤول كشركه سياحه الف، تمام، مسؤول عن الترانسبورتيشن، عن خدمة شريك متضامن. شريك متضامن طبعا يعني شركة السياحة اللي هو انا، تمام. فطبعا احنا مسؤولين عن الترانسبورتيشن بالنسبة للوفود اللي موجودة، والحمد لله يعني لحد دلوقتي النتائج كلها ماشية كويسة وزي الفل يعني. وطبعا ليا الشرف ان انا او شركتي يعني اللي ليها الشرف يعني ان هي تكون في المؤتمر ده وفعاليه رد الشرف. كلمه اخيره بقى عن شركه حضرتك لو حابب تتكلم عنها. اتكلم عنها يعني، انا الشركه عندي شركه سياحه الف، فطبعا انا عندي خدمه الحج والعمره، تذاكر طيران، عندي خدمه الرحلات الداخليه والخارجيه، عندي خدمه الليموزين في حوالي 8 فنادق في القاهره هنا، مع جروبات، مع فايلات برضه بتجي من بره، الحاجات دي كلها بنقدر نسيرفس عليها من دور تو دور ان شاء الله يا فندم. مؤتمرات برضه بيبقى فيها مؤتمرات. بالتوفيق. انا شاكر لحضرتك جدا وشاكر تعاون حضرتك في مثل هذه الحاجات الجميله اللي بنشوفها على ارض مصر يعني. انا بشكر حضرتك جدا، وفرصه سعيده جدا يعني، وربنا يتممها على خير ان شاء الله. وحاج جميل. شكرا يا فندم. وزير الشباب والرياضه معالي الدكتور فيصل بسال الوزير المفوض جامعة الدول العربية، أستاذ إبراهيم فريد رئيس الاتحاد العربي للدرجات النارية، أستاذ يحيى رومية نائب رئيس الاتحاد المصري للدرجات النارية. طبعا لا يحلو كلام ولا يبدا المؤتمر الا بكلمه الوزير بالترحيب بالساده الضيوف من جميع دول العالم اللي حضروا وشرفوا مصر ونورونا اليوم، وان شاء الله يكون رالي موفق للرياضه المصريه. Just I will speak some of Arabic, then I will convert to speak in English after. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا برحب بكل الضيوف وبشكر الاتحاد المصري وايضا الاتحاد العربي مجلس ادارته السيد ابراهيم فريد ومجلس الاداره المحترم على ان يكون في نشاط للموتور سايكلينج، ويعني يكون عودا حميدا للبطولات في جمهوريه مصر وتحت مسمى الرالي. وطبعا اهلا وسهلا بكل الضيوف والدول المشاركه. يعني ان شاء الله يكون ايفنت يعني يلاقي خيالكم. طبعا زميل عزيز في جامعه الدول العربيه الدكتور فيصل غسان، انا يعني بشكره على التعاون الكبير الحقيقه اللي موجود، ودايما بالتوفيق. Ladies and gentlemen, thank you for coming. And for participate for this kind of
championship to bring the rally again to Egypt, especially motorcycle. I think you'll enjoy, Justin, the place in Egypt. It's very highly appreciated and a treasure of ancient Egyptian places. It's not only a desert, if it's a desert. Thank you one more time for being in Egypt for this, and I hope you are doing your best, and I hope for everyone in this kind of race to enjoy, and we'll do our best for support every thing that must to have the success with you. And I appreciate for your coming one more time. Thank you very much for Mr. Brahim, with the head of Arab Federations for motorcycle, as well the Egyptian motorcycle with his team, and my colleague, because of at the same time as my position as a Minister of Youth and Sports in Egypt, I'm head of the executive office for the whole Ministry of Youth and Sports in Arab World. So I just welcome Mr. Faisal Ghassan. He is head of the sport department and social with the Arab League. Thank you very much. See you in the race. Thank you very much. كلمة معالي الوزير فيصل غسان. الحقيقة أشكرك معالي الوزير على كلمة الوزير، وأشكر الأستاذ إبراهيم رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية على المجهود المبذول لإنجاح البطولة، وإحنا كلنا ثقة في جامعة الدول العربية إن شاء الله إنه هيكون سباق ناجح وبطولة مميزة، وهي يعني احنا بنعتبرها بطول البدايه لبطولات قادمه وان شاء الله انطلاقه لهذه الرياضه. اولا ويلكم تو اول اند ويش يو جريت ريس اند ويش يو اول تو مي. ثانك يو فيري ماتش. Just to give you the mentions to start the race, I said, where is the cycling and motorcycle? How come I start the race right now? But anyway, I just declare for the time to start the race and competitions from now, I think, till the 8th of this month. One more time, I wish you enjoy your being here in Egypt. And we enjoy that you are here to stay with us, and see you again. Thank you very much. ولا زلنا مستمرين معكم من البطولة العربية للدرجات النارية، وكان عايزين نتشرف بالفريق المصري اللي ان شاء الله هيشرفنا. تعرف انا اسمي مدحت حزين من فريق بايك ايجيبت، بنشارك في رالي الفرعون الدولي ال 24، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان احنا نحقق مركز فيه باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق يا فندم. ان شاء الله. تعرف حضرتك انا ابراهيم فتحي، متسابق في رالي الفرعون الدولي 2024، وان شاء الله نامل ان احنا نحقق مركز كويس فيه ونرجع الرالي تاني مصر كما كان. ان شاء الله ان شاء الله على ايديكم بقى مجهودكم بقى وهمتكم يعني. وهتعرف بحضرتك مين؟ مكاريوس فرانسيس، متسابق بايك ايجيبت رالي الفرعون. بايك ايجيبت ده كله يعني فريق مصر. ده تيم فريق مصر. يعني احنا عايزين بقى الجنب ده بقى يكلمنا عن الـ عن الـ عن التفاصيل شويه للمشاهد او للناس عن موضوع المسابقه لو تقدر يعني. احنا اول مره نشارك في رالي الفراعنه وتجربه جديده يعني. تمام. منين لفين او في تفاصيل عنها ولا ما؟ التفاصيل كلها احنا لسه ما خدناهاش لان دي بتبقى قبل السباق على طول. بس هي يعني نبتدي نقول الحمد لله على السلامه لرالي الفراعنه، لان هو كان واقف بقاله فتره كبيره. ايوه دي اهم نقطه يعني. ان شاء الله بالسباق بتاع بكره دوت نبتدي نقول ان رالي الفراعنه ابتدى يرجع تاني في مصر. بعد توقف الفتره الكبيره دي عملنا رالي مصر الفتره اللي فاتت في شهر 3، والحمد لله من تيم بايك ايجيبت حققنا مراكز كويسه، مراكز اول ومراكز ثاني في كذا كاتيجوري،
وان شاء الله هنشارك بكره باذن الله وربنا يوفقنا ان شاء الله بالتوفيق يعني، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا يعني، وتشرفونا وتشرفوا مصر. شكرا شكرا لكم، شكرا.